عبد العالي، صباح الخير، إليك الكلمة، تفضل. نعم، صباح الخير زميلتي أحلام، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار أينما كانوا. نتواجد الآن على مستوى المؤسسة الجوارية للساحة العمومية بالدبيلة لمواكبة عملية الفحوصات التي يقوم بها ضيوف الرحمن حجازنا إلى الذاهبين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. الأجواء انطلقت البارحة ابتداء بكل مناطق اليوم مع حجاز منطقة المقرن. العملية تسير في شكل جيد. لأكثر توضيحات، ما هي أهم الفحوصات وما هي الإجراءات التي يقوم بها حجازنا على مستوى هذا المركز للفحوصات على مستوى الحجاز؟ معنا طبيب سي بن علي. أكيد الحجاز رقم درتوا إجراءات خاصة لتسهيل عملية الفحوصات، تسهيل حتى ولوجهم إلى الذهاب إلى البقاع المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت على بركة الله عملية الفحص الطبي للحجاج لموسم 2023-1444 هجرية، وهي تتضمن مجموعة من الإجراءات، فيها تسجيل الحجاج، كذلك أخذ عينات الشعر والأظافر وقياس الضغط والوزن، وكذلك إجراء التسجيل. هناك قاعدة رقمية يسجل فيها جميع المعلومات الخاصة بالحجاج إضافة إلى الفحوصات الطبية العامة وكذلك الفحص الطبي المتخصص في السلامة العقلية. كذلك هناك مجموعة من التلقيحات الإجبارية والموصى بها تؤخذ الحجاج مع تقديم مجموعة من التوجيهات وكذلك الإرشادات الصحية خصوصا لمواكبة الحجاج وتسهيل عملية الاتصال حتى فيما بعد فيما يتعلق المتابعة الفريق الطبي للبحث الطبية في الأراضي السعودية إن شاء الله. ثم بخصوص على مساء هنا منطقة دبيلة تشمل العديد المنطقة الشرقية حتى المنطقة، أنتم مش تسهلوا عملية سيرورة العملية واتخذتم الإجراءات؟ البارح كانت منطقة دبيلة، اليوم المقرن، اعتقد انه فيها فكره انه مش تسهلوا حتى الظروف تاع الفحوصات على مستوى لهم. نعم، لقد تم وضع برنامج، هذا البرنامج يتمثل في ان كل بلديه تاخذ يوم معين وذلك للتسهيل والسيطره على عدد الحجاج الكبير على مستوى مؤسستنا. لذلك قمنا بتسهيل الاجراءات باتخاذ جميع التدابير وكذلك تسخير جميع الظروف البشريه والماديه لتسهيل هذه العمليه وجعلها تسير في سهوله وسلاسة تامة إن شاء الله. بالنسبة أهم النصائح اللي راكم تقدموها خاصة للحجاج، نعرف أن البحث العام هذا تقريبا فيهم كبار السن كثير، أكيد عندكم تسهيلات وحتى تحفظات من ناحية عديد الأمراض اللي ديما ديرهم تحفظات كبيرة. نعم، خصوصية هذا العام تتمثل في أن هناك مجموعة كبيرة من كبار السن، معناها أكبر من 65 سنة، وكمان نعلم أن أغلبية كبار السن راهم يعانوا من أمراض مزمنة، أمراض الضغط، أمراض السكري. لذلك البحث الطبية أو الفحص أو الفريق الطبي هنا يقدم مجموعة من التوجيهات وكذلك الإجراءات لتسهيل عملية متابعة هؤلاء الحجاج وتقييد جميع المعلومات الخاصة بهم من الأمراض المزمنة وكذلك الأدوية التي يأخذونها، وهي كما أشرت يكون هناك اتصال وثيق ومعرفة بالأمراض والأدوية التي يأخذها الحاج حتى في البقاع المقدسة. بخصوص التلقيحات، هي مهمة جدا باش نحطوا على الأقل الصورة على كبار السن، مش الناس تفهم علاه رانا نديروا التلقيحات، وشي هذه التلقيحات مش ما تكونش عندهم فوبيا ولا حتى تخوف من هذا الأمر، وشي هذه التلقيحات على الأقل باش نطبنوهم. نعم، في حقيقة الأمر أن السلطات السعودية كانت لها خمس تلقيحات، هناك ثلاث تلقيحات إجبارية وهي تلقيح الكوفيد، تلقيح شلل الأطفال وهو في هذا العام اتخذ هذا الإجراء، وكذلك تلقيح التهاب السحايا وهي من التلقيحات الإجبارية الأساسية. هناك تلقيحات أخرى على غرار الدفتيريا والتيتانوس والزكام الموسمي وهي تلقيحات موصى بها، وننوه إلى أهمية هذه التلقيحات لأن هناك كثير من الأمراض التي قد تنتشر والأوبئة التي قد تنتشر بفعل تواجد عدد كبير من السكان أو الأشخاص في الأراضي المقدسة والتي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة، وهذا ما لا نرجوه لحجاجنا الميامين إن شاء الله. وبالنسبة للرقمنة خاصة الحجاج لأنه مهمة جدا حتى لتسهل عملية التسهيل معرفة أمراض وحتى كل شيء ما خصوصيات بالنسبة للحاج، أعتقد أن المعلومات يتم إدخالها بالرقمنة توضيح أكثر بالنسبة. نعم، الرقمنة هي تعتبر من الأولويات في عمل اللجنة الطبية للحج، حيث خصصت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية كثير من الإجراءات الخاصة بالرقمنة على غرار استخراج أولا الشهادة الطبية مرقمنة وكذلك إدخال الاستمارة الإلكترونية التي تشمل جميع المعلومات البيانات المدنية وكذلك الطبية و
تأهيل الحاج أو عدمه، وكذلك التلقيحات التي أخذها، وهذا ما من شك أنه سيسهل عملية مواصلة ومتابعة الحجاج من طرف فريق البحث الطبية في الأراضي السعودية إن شاء الله. معنا أحد الحجاج يا حبة ذلك كانت زين تحكنا. عمي الطيب عمي الطيب لحظة صحيت عمي الطيب بالبركة إن شاء الله ربي يحقك إن شاء الله وياك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اليوم كيفاش كانت هالفحوصات والإجراءات اليوم؟ اليوم والله رانا نشوفوا الأمور كلها مريقلة والأمور كلها نظيفة والحمد لله، وخدمونا الله يخدمهم ورب يزيدهم الكل إن شاء الله ورب يوصلهم كما ما رايحين إحنا. فهمتني؟ درتوا سمى حكاية ثم الناس يسير كلها سمح الله يصلي على النبي الله يصلي على النبي. وهاكم رايحين الحج اكيد البلاد تحتاج دعواتكم وتحتاج انك تدعوا لها ويصلح حتى هنا حتى قاعدين نحتاجوهم حتى هنا رب بواتنا وجدودنا الله يبارك. نعم بواتنا وجدودنا حتى قاعدين نحتاجوهم وستدعينا لهالبلاد هذه البلاد ربي يجيب لها المطر بالخير ان شاء الله ان شاء الله. وهالي يعسوا علينا كل ربي يبارك فيهم ان شاء الله ربي الناس كل يعسوا علينا ويخدموا فينا الناس فهمتني وربي يجيب لها الخير هالبلاد هذه وين قد ما الخير فيها ربي يجيب لها خير اخر ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك ان شاء الله. أكيد حتى أن نتنقلوا معنا الطبيب هنا على مستوى الفحوصات العادية طبيب نصرات، أكيد أنه كلمة أكيد من الصباح والبارح كان عملك جبار، خاصة أنه فريق العدد كبير وكنتوا حلك تجاوزوه بكل سهولة، أعطينا إجراءات راكم تديروا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد أنا كنت في اللجنة تاع الحجاج فايت 7 سنوات وأنا نعمل في الملاحظة في هذا العام. هناك فئة كبيرة من كبار السن فهم كثير من الأمراض الغير المكتشفة المزمنة والغير المكتشفة في هذه في خلال الإجراءات نعطوهم شيء إرشادات ونصائح كيفاش باش يتجاوزوا الموسم تاع الحج بكل سهولة وبكل تسهيلات، ونعطوهم الإرشادات الطبية اللازمة يتوقعها في ضربة الشمس ولا في الزكام ولا في عندهم الأمراض المزمنة كالضغط الدم ولا السكري، ما هي للنصائح اللي بدروها. بالنسبة أنا أشوفك خلال الكواليس اكتشفت أنه في كل مرة تسهل على الفكرة على أنه التلقيح ما هيش حاجة صعبة وحاولت أنك تزيل عليهم عديد من الشعب، لأن هناك خوف كبير جدا من التلقيحات، لأن في البعثة هنا في المناسك عندنا 5 تلقيحات والناس مش عارفة ما هي التلقيح الذي يتجاوزوها، عارفين كان الكوفيد فقط وكان تلقيح أخرى تاع الفاكسان بنيومونيا تاع الفاكسان وشهاب السحايا وشلل الأطفال، كل نعطوهم في المعلومات بأن هي عبارة عن إجراءات روتينية ما فيها حتى خوف ما فيها حتى مضاعفات عن الصحة تاعهم. أكيد زميلتي أحلام أعتقد أنه العملية ماشية وأعتقد أنه كل الحجاج يتمنون التوفيق والسداد لهذه البلاد، وإن شاء الله يروحوا ويرجعون إن شاء الله بسلامة وبدعاءاتهم وبسعادتهم إن شاء الله وإدخال الفرحة على كل قلوب هؤلاء الكبار السن لأداء فريضة من فرائض الإسلام. جزيل شكر لك عبد العلي رحومة على كل هذه التفاصيل.